ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم درس الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، مثل يلعب الولد. هنا عندي الجملة بدأت بفعل يلعب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة الثانية يشرح المعلم، عندي برضو الجملة هنا بدأت بفعل يشرح، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يذاكر الطالب، برضو هنا يذاكر، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عندي هنا يعني ايه فعل؟ الفعل هو ما تبدأ به الجملة الفعلية. ينجح المجتهد، ينجح هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. شرب محمد، هنا عندي الفعل شرب، فعل ماضي مبني على الفتح. اضرب الكرة، عندي هنا الفعل فعل أمر مجزوم بالسكون. الفعل يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، عندي هنا ينجح وشرب اضرب. يذاكر التلميذ، هنا كلمة التلميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هنا بنتكلم على الفاعل، يذاكر ده فعل عايزين له فاعل هو التلميذ. يبقى الفعل هو ما تبدأ به الجملة الفعلية ويكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، أما الفاعل هو من قام بالفعل ويكون دائما مرفوع. عندنا أمثلة، أولا أعرب الأمثلة الآتية. مثال الأول يذاكر المجتهد، عندي هنا يذاكر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فلازم للجملة الفعلية فعل وفاعل، دول الركنين الأساسيين، فعل مضارع والمجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. صام المسلم، عندي هنا صام فعل ماضي، والمسلم هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مثال التالت تشرب الفتاة،